قامت أخوية سيدة الجبل للروم الكاثوليك في الرين الأراضي المقدسة برحلة حج إلى عدد من المزارات في الأردن، من بينها مزار القديسة ماري ألفونسين غطاس مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة في مدينة السلط. ورافقت الأخوية خلال جولتهن في الكنيسة والمزار الأخت سيسيل حجازين والأخت ماتيلدا السمردلي، حيث أقيم خلال الزيارة عدد من التأملات الروحية في حياة القديسة غطاس، بالإضافة إلى قراءة لعدد من أقوالها حول السيدة مريم العذراء. كما قدمنا أيضا مجموعة من الترانيم المريمية، وقدمت الأخت ماتيلدا للأخوية موجزا حول تأسيس وتدشين مزار القديسة العربية ماري ألفونسين وعن حياتها وخدمتها لمدة عامين في مدينة السلط، مستذكرة حفل تدشين المزار الذي بني بتبرع على نفقة الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن. طبعا بنفس التاريخ اللي تقدست فيه في روما، طبعا الدكتورة باسمة السمعان هي مسؤولة أو مديرة محطة نورسات الفضائية في الأردن، هي افتتحت وبنت هذا المزار وزبطته وحطت طبعا تمثال الأمة ألفونسين وعنته على نفقتها الخاصة. وطبعا برضو تم تدشين هذا المزار في 17/5/2016. كما قدمت الأخت سيسيل شكرها للأخوية على هذه الزيارة، وعرضت خبرتها الروحية التي عاشتها مع قديسة الوردية الأم ماري ألفونسين. صورتها ما تروح من بين إيديكم أو من بيتكم، بركة لما توقعوا بمشكلة بأي إشي، بضيئة بمرض ماري ألفونسين دبرينا، كوني معنا. من خبرة عشتها أنا وعاشوها معي نسوان الأخوية وعاشوها ناس ثانيين محلات ثانية، ما بترد طلب لأي شخص بإيمان وبثقة. وشكرت السيدة فيروز الراشد باسم الأخوية فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير على تغطيتهم ومشاركتهم لنشاطات الكنيسة والرعية، مقدمين كلمة خاصة جاء فيها: بشكر كتير فريق تيليلومير وبقدم لهم هالكلمة، بقدمها هالكلمة لتيليلومير بلبنان وبعمان، بقولهن تيليلومير الروح القدس مرافقها، ومن أرض لبنان وعمان رافعة رايتها، بأرض القداسي اللي هي بلادنا نغرف روحانيتها وبنتشارك الإنجيل عبر فضائيتها، بقوة كلمة يسوع بتشع حريتها، تعبير صريح دون محاباة هويتها، نشر كلمة الحق والحقيقة مهمتها، شهادة حية واحترام للإنسان رسالتها، كنيسة وإنجيل بكل بيت تهدي محبتها لشعب اختاره الله حتى يثبتها. من الجليل نطلب من الله يحميها بمواهب الروح القدس أبانا يزينها، من الأرض اللي مشي عليها المسيح منهديها قلوبنا وصلاتنا دعم لمساعيها، وبنطلب من الله يبارك كل عامل فيها وبخص بالذكر مؤسسها وراعيها، إن شاء الله تبقى سراج مشعب طلتها وأبناء يسوع بنور ومنارة مزينين حلتها، روح الرب يرفرف فوق شفافيتها من خلالها يحل على كل الخليقة ويجددها آمين. أنا بهالمناسبة وبهالزيارة الحلوة لعمان بهالحج المبارك إلنا إحنا بنات الأرض المقدسة أخوية سيدة الجليل من الريني، اللي إحنا روم كاثوليك بس إحنا معنا أخوات لاتين وروم أرثوذكس، فإحنا منصلي للوحدة. بقدم عبر نورسات بقدم شكر لأختنا الدكتورة باسمة السمعان اللي رتبت لنا هالزيارة، وللمخرج بشار الربدي اللي كمل معها، بقدم لهم شكر كبير وبقولها وين ما كانت الله يكون معها ويحميها، لأنها هي نور من عمان للأراضي المقدسة ولكل العالم. فكل الشكر إلها ولفريق نورسات اللي ساعدونا بهالزيارة، وإن شاء الله بتطموا نور للعالم على طول من عبر هالمحطة.